هنوصل النهارده المحاضره الخامسه بتاعتنا في موضوع الدفاعيات او الابولوجيتكس. بعد ما شفنا المره اللي فاتت استحاله انه نعرف نطبق او نمارس فكره الحاد دون ان نصل الى معنى انه ما فيش هدف في الحياه ولا في معنى الحياه، انما تبقى في كسبه كبيره احنا بنحبيها على نفسنا، إنه كل واحد بيألف لنفسه معنى وألف لنفسه هدف، والهدف متعلق به هو شخصيا. لكن لأنه جاي من لا شيء ورايح لا شيء، عشان كده حياته هنا مش مرتبطة بشيء أبدي، مش مرتبطة بشيء أو بشخص له قيمة عليا أو الألتيميت زي ما كنا بنقول المرة اللي فاتت، فتصبح الحياة بلا قيمة وبلا معنى وبلا هدف. لكن في النهاية شفنا إنه وجهة النظر المسيحية أو الرؤية الكونية المسيحية قدرت من خلال الإعلان الإلهي الكتاب المقدس تقول إن الإنسان لا ممكن يعيش ويكون سعيد، يكون عنده قيمة سامية في حياته، عنده معنى لحياته وعنده هدف. النهاردة هنبتدي ندخل شوية في حتة بتاعت إزاي نثبت، إزاي نقدم حجة منطقية بنقول فيها إنه صعب قوي يكون في الكون ده ملوش خالق. فبنسأل السؤال، ليه في حاجة موجودة بدل لا شيء؟ يعني إذا كنا بنقول إنه أو يعني كان الملحدين بيقولوا إنه الكون جاي من لا شيء، طيب كان بالأحرى يجب أن يظل اللا شيء ده موجود، لكن الغريب إنه في شيء، الغريب إنه في وجود. فليه في وجود رغم إنه الأسهل إنه ما كانش في أي شيء موجود؟ Why does anything at all exist? ليه؟ ومن هنا هنتكلم على حاجة هناخد فيها وقت طويل النهاردة اسمها الحجة الكونية، بالإنجليزي اسمها cosmological argument أو argument cosmological argument أو الحجة الكونية، اللي بنمشي فيها واحدة واحدة عشان نقول لابد أن يكون هناك سبب تسبب في هذا الخلق أو هذا الكون. تعالوا نبدأ مع بعض ونشوف السؤال ده مين اللي سأله. السؤال ده سأله عالم رياضيات وفيزياء وفيلسوف شهير جدا ألماني اسمه كده جوتفريد فيلهلم ليبنيز. ده الراجل ده كان معاصر لإسحاق نيوتن، وعمل نظريات كبيرة جدا في التفاضل والتكامل والعمليات اللي طبعا الرياضيات وكده، وكان يعني هو ما خدش حظه زي نيوتن، لكن الراجل ده له كتابات كتيره وله نظريات كتيره. الراجل ده سأل سؤال، ده عالم ألماني عاش في القرن ال 17 وبداية ال 18، وقال كده: ليه في شيء موجود بدل اللا شيء؟ ده سؤال المفروض نسأله. بيقول انه ده اول سؤال المفروض يتسأل، مش انه نسال الالحاد او مش الالحاد، المفروض ان نسال ليه من الاصل في شيء موجود. والاجابه بتاعته بيقول كده: الاجابه لابد ان تكون موجوده انه الله هو الخالق، الله هو السبب في هذا الوجود. فبما ان الله كائن وجوده ضروري، أو يعني زي ما كنا بنتكلم من سنتين قلنا واجب الوجود، إذن فالله هو التفسير لكل شيء موجود في هذا الكون. طبعا الناس دي ما كانش لسه على أيامها ظهر موضوع الإلحاد، لكن الناس دي فكرت، وكان الناس دي مؤمنة، والناس دي كانت بتدور على الحق. فقال كده: فكرة وجود خليقة وفكرة وجود كون بدل اللاشيء لا يعني أنه ده السؤال المهم. وده بيقول كده أنه التفسير الوحيد لهذا الوجود هو الخالق، هو الله، لأن الله وجود واجب الوجود، الله لابد أن يكون موجود، عشان كده هو الشخص الوحيد اللي ينفع يكون التفسير بتاع سبب وجود أي شيء. هنشوف بعد شوية أفكار الرجل ده بيقول إيه لما نتكلم شوية عن الحجج الحجة المنطقية. عامة لما المدافعين الأبولوجيست بيبتدوا يدافعوا، عندنا أربع حجج بيشتغلوا بيهم. الحجة الأولى اسمها الكوزمولوجيكال أرجمنت أو الحجة الكونية.
الفكرة بتاعت الحجة الكونية دي بيقول إنه لابد أن يكون هناك سبب أولي، والسبب ده ديفاين إلهي، هو اللي أوجد هذا الكون، هو اللي تسبب في هذا الكون. فبيقول بكل بساطة إنه أي شيء له سبب في وجوده، أي شيء موجود له سبب في وجوده. وبما أن الكون موجود، إذن هناك سبب في وجود هذا الكون، والسبب منطقيا لابد أن يكون هناك خالق. الحجة الثانية هي الحجة الغائية، اللي هي أو حجة التصميم الكوني، بمعنى أصح أنه الكون ده منظم وفي ديزاين، ففي هدف أو في غاية من وجوده والتصميمات اللي فيه. فبما أنه أنا عندي منظومة بتقول أنه المنظومة دي مصممة بشكل دقيق جداً، إذن لابد من وجود مصمم وراء هذا الكون، وبالتالي لابد أن يكون هذا المصمم هو الله العظيم اللي أبدع وصمم بكل دقة هذا الكون. دي اسمها teleological argument. teleological argument. الحجة الثالثة هي الحجة الأخلاقية أو القيمية، the moral argument. بيقول إنه الإنسان عنده جواه سنس إنه أو إحساس أو إدراك إنه كائن أخلاقي، ومن جوانا بالفطرة بنقول ده صح وده غلط، أو ده ينفع نعمله أو ما ينفعش نعمله بالطبيعة بالفطرة. فبيقول إنه وجود هذه الطبيعة وهذه الفطرة بتستلزم وجود شخص هو اللي أعطى هذه القوانين، هو اللي أعطى هذه القيم، والشخص ده لابد أن يكون سامي جداً، الشخص ده ديفاين، الشخص ده هو مصدر هذه الأخلاقية وهذه القيم والمبادئ. فبتسمى المورال أرجمنت أو أكسيولوجيكال أرجمنت، الحجة الأخلاقية أو القيمية. آخر واحدة، في غلطة على فكرة عندكم في الورق، بس معلش ممكن تصلحوها في النمرة الرابعة دي، كان مكتوب the Bible، هنسميها الأفضل the ontological argument أو الحجة الوجودية. هبيقول إنه الـ structure بتاع الإنسانية وبتاع الإنسان وبتاع تفكيره، تفكير الإنسان بيستوجب وجود الخالق، وجود الله. هنتكلم عن كل واحدة من دي بالتفصيل في المرات اللي جاية. النهاردة هنبتدي عن الكوزمولوجيكال أرجيومنت، لكن بعد كده هناخد واحدة واحدة، لأنه طبعا فيهم تفاصيل كتير هنمشي فيها مع بعض. دول الأربع حجج اللي بيستخدموهم المدافعين لما بيشتغلوا مع الآثيست، مع الملحدين. طبعا الكلام ده مش هينفع استخدمه مثلا مع شخص يؤمن أو موحد بالله، سواء مسلم أو مسيحي أو يهودي، أوكي؟ لأنه من الأصل الناس دي قطع شوط في الإيمان بوجود خالق وجود إله، وإنه الكون ده مش موجود صدفة. فمش محتاج أبتدي معاه من الكوزمولوجيكال أرجمنت، بل بالعكس احنا نشوف هنا في الكوزمولوجيكال أرجمنت إنه في فلاسفة مسلمين أثروا هذه الرؤية وهذه الفكرة، كان لهم دور كبير حقيقة في التاريخ إنهم حطوا مبادئ هذه الفكرة. وتشوف إزاي ثلاثة من علماء المسلمين، الفلاسفة والكيميائيين والرياضيين، هم اللي اشتغلوا على الحجة الكونية. فالأربع حجج دول طبعا بيستخدموا مع الناس اللي بتدعي الإلحاد أو اللي بتقول إن هي لا تؤمن بوجود الخالق. تاني نفكر نفسنا بيهم، اسمهم كوزمولوجيكال أرجمنت، تيليولوجيكال أرجمنت، مورال أرجمنت، أند أونتولوجيكال أرجمنت. بالترتيب كده، cosmological argument هي بتتكلم عن الكوزموس، كوزموس اللي هو العالم أو الكون. الثانية بتتكلم على وجود الديزاين، وجود تصميم، إذن وراءه مصمم، وراءه شخص عاقل. الثالثة بتتكلم على القانون الأدبي والأخلاقي الموجود جوه الإنسان. الرابعة بتتكلم على إنه بما إنه الإنسان عنده تفكير وعنده ستراكشر في كيانه وفكره، ده بيستوجب بالضروره ان يكون هناك كائن سامي جدا، كائن كامل جدا، هو اللي ورا هذا الفكر، ورا هذا الانسان العقل.
لو حبينا نقف عند الانتولوجيكال ارجيومنت دي الاخيره شويه عشان فيها يعني شويه فلسفه او شويه افكار كده، خلينا نشرحها ببساطه. لو الله موجود، بما ان الله موجود، فالله لو وجوده ده نوع من الوجود اللي هو زي ما قلنا في الاول واجب الوجود، هو لازم يكون موجود لانه دي طبيعه الشخص او الكيان البرفكت انه لازم يكون واجب الوجود. فلو حصل ان الله له سبب في وجوده، اذا الله مش هيكون بيرفكت، مش هيكون كامل. فبالتالي نوصل هنا انه كان لابد ان يكون الاله هو الله، لابد ان يكون كامل، وعشان كده لابد ان يكون سبب كماله ده هو واجب الوجود، هو ضروري يكون موجود. فحتى لو زي ما العلماء الملحدين بيحاولوا يقولوا، طب بتقولوا في سبب وراء الاشياء الموجوده، طب ايه السبب وراء وجود الله؟ بنقول ما فيش سبب وراء وجود الله، ان الله واجب الوجود. ففي النهايه بنقول انه حتى لو انه ما فيش سبب لوجود الله اللي بحسب فكر الملحدين، لكن وجود الله بنقدر نفسره من انه طبيعه الكائن الكامل والمطلق لابد انه يكون هو في حد ذاته واجب الوجود، مش محتاج حاجه تنتجه او حاجه تسببه. فدي كده فكره بسرعه عن الانتولوجيكال ارجيومنت، لانه يعني اكتبوها عندكم في الورق بتاعكم، انه الله او الكائن الخالق ده، الكائن العظيم ده، لابد انه يكون بيرفكت كامل، والبيرفكت ده ما ينفعش يكون في حاجه بتسببه، لكن عشان يكون بيرفكت لابد ان يكون هو في حد ذاته واجب الوجود، هو كائن بذاته مش محتاج حد يوجده. لان لو افترضت انه الكائن ده في شيء اوجده، زي ما الملحدين بيحاولوا يوصلوا معانا لكده، انه طب اذا كنت بتقول انه الكون في حد اوجده، طب الله مين اوجده؟ فبنقول لهم ما ينفعش نقول الكلام ده، انه لو في حد اوجد الله اذا الله ده مش كامل، وبالتالي الفكره بتاعتنا كلها ما تبقاش مظبوطه. لان يعني بنقول اذا كان الانسان كائن عاقل وعنده تفكير وعنده ادراك وعنده الفكر العميق ده كله، لابد ان يكون في وراه كائن اسمى، كائن اعمق وكائن اكمل. والكائن الاكمل ده لابد ان يكون هو في حد ذاته واجب الوجود، مش محتاج حاجه توجده. اخونا باسم اتفضل. الصوت بتاعك بيعلى ويوطى، فبالتالي الميكروفون محتاج يتظبط. يعني ابتدي كوزمولوجيكال ارجمنت او الحجه الكونيه، والكلمه كوزمولوجيكال جايه من كلمه كوزموس، حضراتكم عارفين كوزموس يعني العالم او الكون او اليونيفرس. الفكره كلها بتقول انه هناك سبب وهناك نتيجه، أو سبب وشيء موجود. فبيقول كده a cause must have an effect and an effect cannot exist without cause. تأثير لابد أن عشان يكون في تأثير يكون في سبب أدى إلى حدوث التأثير. وكمان لو عندي سبب شغال، إذن السبب ده لازم يحدث تأثير. فالسكة رايحة وجاية. فبيقول بما أنه هناك تأثير، هناك كون شغال بيتحرك موجود، إذا هناك مسبب لهذا الكون. دي فكرة منطقية جدا بنقبلها، وما حدش فينا ممكن يكون بيتعارض معها. زي ما شفنا العالم الأمريكي الألماني ليبنيتس لما سأل why is there something rather than nothing، فبيقول ليه في النهارده شيء موجود بدل لا شيء؟ بما انه في شيء موجود، اذا هناك سبب في وجود هذا الشيء. بما انه في كون موجود، الكون طبعا بديع جدا وعظيم جدا ورهيب جدا، فبنقول مش معقول يكون كل الكون ده كده جه من غير سبب، لازم يكون هناك سبب. طب تعالوا نبحث عن السبب ونشوف ايه هو السبب.
الحلقة الكونية دي بتتحرك بالظبط في ثلاث افتراضات. بتقول أي شيء له بداية في الوجود له سبب. Whatever begins to exist has a cause. أي شيء بدأ في الوجود إذن له سبب. وبيقول إنه الكون بدأ في الوجود. الكون مش أبدي. الكون له نقطة بداية. إذن الكون له سبب في وجوده. طبعا علماء الالحاد او الناس الملحدين وعلماء الفيزياء الملحدين بيقولوا ان هناك سبب الوحيد هو البيج بانج. احنا بنسال السؤال، طب البيج بانج ده جه منين؟ مش معقول يكون قوه دي جت كده من لا شيء، لان قانون الفيزياء حتى لا يقبل وجود قوه من لا شيء. ايضا الماتيريالز نفسها والارتفاع الكيميائي ده اللي بتفترضه انه في كيمياء حصل، انه في انفجار حصل، الانفجار ده جه منين؟ والكيمياء دي جت منين؟ والمواد دي جت منين؟ وده اللي احنا بنساله. اذا بنقول هناك سبب في وجود هذا الكون الذي بدا. دول الثلاث افتراضات اللي بيبني عليهم المدافع حجته. بما انه اي شيء بيبدا في الوجود له سبب. اثنين، بما ان الكون بدا في الوجود اذا طبيعية الكون له سبب في وجوده. مثال، ناخد أمثلة بسيطة قوي. عندي شجرة، الشجرة دي جت منين؟ الشجرة دي جت من إنه في حد حط بذرة في الأرض، يمكن هو أو حد غيره أو المطرة نزلت روت البذرة دي فبدأت تنبت. النبتة كل ما بتطلع وتكبر 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 بقت في النهاية شجرة كبيرة. فإذا ما ينفعش أجي أقول الشجرة الكبيرة دي اتوجدت من لا شيء. لو مشيت وراها أبص ألاقي إن لها نقطة في بداية. حد جاب بذرة من شجرة قديمة أو من ثمرة وزرعها. لو فضلنا ماشيين ورا الفكرة دي، طب الشجرة القديمة دي مين أوجدها؟ أكيد قبل كده كان في شجرة، كان في شجرة، لغاية لما نقول لابد من نقطة بداية. طب أول شجرة ظهرت عندي جت منين؟ لما ما كانش فيه بذور جت منين؟ اذا لابد يكون هناك حد اوجد هذه الشجره او خلق هذه الشجره. نفس الكلام، الكون اللي قدامي الغريب الجميل المبدع الرهيب اللي مليان بالكائنات ومليان بمجرات ونجوم وكواكب وحاجه خرافيه، ازاي عايز تقنعني انه اللا شيء اوجد شيء، وانه هذا الكون الضخم اللي النهارده العلوم بقالها قرون بتحاول تدرسه، وكل ما بتدرسه بتكتشف انها لسه ما عرفتش عنه حاجه. فازاي عايز تقول لي في النهايه انه هذا الكون الرهيب اللي العلوم دي كلها شغاله عليه بتحاول تفهمه جه من لا شيء؟ ده في حد ذاته إهانة للعلم وإهانة للعالم اللي بيتكلم. لأنه لو افترضت إن أنت بتبحث في شيء جه من لا شيء وشيء جه صدفة، وإن أنت كعالم لسه بتحاول تفك خطوطه، ده في حد ذاته إهانة ليك كعالم وإهانة للعلم كله. لكن احترام للعالم واحترام للعلم أنه نقول إن إحنا بنبحث في خليقة الله العظيم العالم الأكبر خلق. كل اللي عايز يقوله الاثيست انه العالم جه من لا شيء، الكون جه من لا شيء. فبنسال السؤال، ازاي لا شيء ممكن يوجد لي شيء؟ ازاي العدم ممكن يوجد شيء؟ ده شيء مش منطقي. حتى لو افترضنا انه الكون جه من لا شيء، هسال سؤال، طب ليه النهارده أو خلال تاريخ البشرية كله ما شفناش عالم تاني أو كون تاني نط كده فجأة وطلع؟ وإذا كان الكون بتاعنا ده كله حصل صدفة وجه من لا شيء، هفترض معاك إنه ده حصل. طيب على مدار تاريخ البشرية اللي طبعا الملحدين بيفترض إن هو 13 مليون سنة وشوية، لماذا لم ينتج كون جديد؟ لماذا لم تنتج عن الصدفه دي ارض جديده؟ والا يعني
غريبة قوي إنه ده يحصل بس مرة واحدة، مع إنك بتقول إن ده حصل صدفة وإنه ده اتوجد من لا شيء. طب أنا بسألك ليه خلال كل التاريخ ده كله اللا شيء ده ما طلعليش شيء جديد؟ فالحقيقة إنه لا العلم ولا الاختبارات ولا التجارب ولا التاريخ ولا أي ملاحظة ولا أي علوم تجريبية قدرت تقول وقدرت تثبت أن هناك حدث مثل هذا. يعني مفيش ولا حد في الكون كله بيقدر يقول لي إنه الصدفة لعبت تاني وطلعت لي كون جديد أو طلعت لي أرض جديدة على الأقل أو شمس جديدة. لا مفيش، بالعكس الحاجة موجودة زي ما هي. إذن واضح إنه فكرتكم بتاعت إنه الكون يتوجد من لا شيء فكرة غير منطقية، لا بنقبلها من حيث اللي احنا شايفينه ولا بنقبلها من حيث انه الفكره دي او الظاهره دي ما اتكررتش تاني في التاريخ. يبقى اذا فكرتكم غير منطقيه. خلي بالنا انه الارجيومنتس ما هياش حاجه صعبه، يعني بس محتاجه تمسك الخيط وتمشي معاه واحده واحده، مش حاجه صعبه. يعني اعتقد انه شيء بديهي اللي احنا بنقوله، ما هواش مثلا اختراع جديد. اذا بناء على اللي احنا بنوصله دلوقتي انه لابد ان يكون في تفسير ليه العالم ده وليه الكون ده موجود. التفسير ده هو بكل بساطه هو ايه السبب، ايه المسبب اللي اوجد هذا الكون. الاثيست بيقولوا انه توجعوش دماغنا، الكون موجود منذ الازل. برتراند راسل الفيلسوف الملحد البريطاني بيقول كده: The universe is just there and that's all. طبعا الجملة دي ما ينفعش تتقال، ما ينفعش تيجي تقول لي that's all. اوكي ليه؟ لانك انت بتمشي ورايا انا اللي بقول لك عندي تفسير وبشرح لك كل التفاسير دي كلها، مش عاجبك وبتقول لي ما تقوليش كده، ما تقوليش ايمان. طب اذا كنت انت بتقول جملة وبتقول ذات صور ما تتناقش، العالم أو الكون موجود وخلاص وهو ده ما تتناقش، لا أنا عايز أناقشك لأنه الحقيقة أنت كلامك مش مقنع. أنت بتقول أنه العالم أو الكون ده موجود دايما وموجود منذ الأزل، ملوش بداية. فأنا بقول لك منين ملوش بداية، ومنين أنت في حد ذاتك بتقول أنه في نظرية البيج بانج؟ فكلامهم متعارض، كلامهم متعارض وسطحي جدا، وتقدر بكل سهولة انك انت تكون بتخبطه. يعني من هنا هيبتدي يظهر فكرة اسمها كوزمولوجيكال ارجيومنت، ونوع منها اسمه الكلام. طبعا احنا عارفين يعني ايه كلام. ده كلام كوزمولوجيكال ارجيومنت اللي هي الكلام. طبعا في العربي تفهمين يعني حديث عن شيء او التكلم عن شيء. الكلام argument او الكلام cosmological argument. cosmological argument ليها اشكال كتيره قوي. الكلام احد الصور البسيطه بتاعت هذه النظريه. بيقول انه اذا كان لا شيء لا يعني اذا كان لا شيء لا يمكن ان ينتج شيء، واحنا شايفين انه في كون موجود، فالطبيعي انه في شيء، في حاجه وراء وجود هذا الكون. يعني مقتنعين طبعا كلنا انه ما فيش لا شيء ينتج شيء، لكن بنقول هناك شيء موجود. إذن في حاجة وراء هذا الشيء الموجود، وراء هذا الكون الموجود. والحاجة دي بحسب الفلسفة بتاعت الكلام cosmological argument بتقول إنه مش ممكن تقولوا إنه الكون ده ملوش مسبب، لا في سبب وراء الكون ده. فإحنا بنعترض على فكرة أنه لا شيء أنتج شيء، ونعترض على فكرة أنه الكون موجود وخلاص.
ليه؟ لأنه إحنا بنقتنع ومؤمنين أنه مش ممكن اللاشيء ينتج كون زي ده أو ينتج شيء، لا، لأنه في حاجة موجودة، إذن هناك سبب وراء. القصة دي بتاعت الكلام argument بدأت من فترة طويلة، مش قليلة، بدأت مع بعض الشخصيات الفلاسفة المسلمين زي الفارابي، لو تسمعوا عنه، أبو نصر الفارابي. ده عاش من سنة 871 في دمشق، وجاء بعديه ابن سينا اللي اتولد في حمدان في إيران في سنة 980 وعاش لغاية 1037، وجاء بعديه الإمام الغزالي القديم، طبعا مش الحديث، القديم، اللي اتولد برضه في إيران في حتة اسمها تورس، تورس، في عشان كده حتى بيسمى التورسي. اتولد في 1058 وعاش لغاية سنة 1111. التلاتة دول اشتغلوا على هذه الحب أو هذه الفكرة، وقالوا إنه الكون ليس كونا أزليا، ليس موجود منذ الأزل، it's not eternal. لذلك لابد أن يكون له سبب، وهذا السبب الذي تسبب في وجود هذا الكون في نظرنا هو الله. ده باختصار كده الثلاث خطوات اللي اشتغلت عليهم نظرية الكلام أو حجة الكلام اللي هي من الحجة الكونية. نظرية الكلام أو حجة الكلام سهلة وخطية، يعني ماشية ستاب وراء بعضها. يقول إنه الكون مش أزلي، وبما إن الكون مش أزلي فهناك شيء سببه، وفي نظرنا هذا الشيء الذي سبب هذا الكون والمسبب هو الله الخالق. دول الأفاضل العلماء اللي اشتغلوا على النظرية دي. طبعا كل واحد منهم كان مش فيلسوف بس، كان اللي منهم عالم رياضيات، واللي منهم كيميائي، ولهم بحوث في الطب، كانوا ناس كبار، مش عقليات مجرد انه كان بيفكر في كلمات وخلاص، لكن كل من واحد منهم كان عالم في عدة علوم. في المقابل في كمان علماء في الغرب اشتغلوا على هذه الفكرة زي ليبنيتز وزي توما الإقويني، تسمع عن القديس توما الإقويني أحد الآباء الكاثوليك، اشتغلوا على ده واشتغلوا على فكرة وجود الكون، وأنه في شيء منطقي وراء وجود الكون وهو الله، وده أفضل تفسير لهذا الوجود. في شكلين من النظريات بتاعت الكوزمولوجيكال ارجمنت، اهمهم ليبنيتز اشتغل على واحده وتوما اكويني اشتغل على واحده ثانيه. في الوقت الحديث مؤخرا تم تطوير النظريات دي او الحجج دي بشكل اقوى، وطبعا لو تسمعوا عن واحد اسمه ويليام كريك، كمان من اقوى اكبر الأبولوجيست حاليا في على الساحة حاليا المسيحيين، طبعا في ناس كتير قوي، في تيموثي كيلر، في دورمان جيزنر، في ناس كتيرة جدا، طبعا مش فاكر كل أسامي. لو دخلتوا على اليوتيوب بديتوا تبحثوا مثلا، كتبتوا كلام كوزمولوجيكال أرجمنت وشفتوا الناس وهي بتعرض الفكرة، هتبتدوا يعني شوفوا ازاي استخدام الطريقة دي واستخدام الحجج دي مع الناس. طبعا في ديبيتس كتير قوي بينهم وبين كتير من العلماء الملحدين او الناس اللي بتقوم بالالحاد، وفي دايما يعني مجادلات، وفي دايما مناظرات بتحصل ما بينهم مفيدة قوي ان قدرنا نكون بنتفرج على واحدة او اتنين تلاتة. التطوير بتاع النظرية دي حاليا بيقول كده، بما انه الكون له بداية، وبداية الكون معناها أنه هذا الكون له مسبب أو في شيء تسبب فيه. إذن سبب البداية لهذا الكون هو شخص فيه، شخص عاقل، مش مجرد انفجار زي ما بتقول، وهنشرح ليه وهيقوله دلوقتي ليه. فشايفين الست عمالة تمشي واحدة واحدة من النظريات البسيطة إلى أنها وصلت من مجرد أنه
مسبب، لأنه هذا المسبب هو شخص، مش مجرد قوة أو مش مجرد انرجي أو انفجار. الأثياس بيروحوا قايلين اعتراض، بيقولوا لا ما تقولولناش الكلام ده، احنا كرياضيين وناس علماء رياضة بنقول إنه الكون ده موجود من الانفينيتي، مفيش نقطة بداية، في انفينيتي. ف الفكرة هنا بقى إنه بدأوا الأبولوجيست يقولوا لهم يمشوا معاه، مش قالوا مستحيل توصل لرقم الانفينيتي. الانفينيتي شيء مقبول في الرياضة كشيء محتمل، لكن لو انت فعليا بديت تعد من 1، 2، 3، 100، 1000، مليون، عمال في كم، انت بتتجه ناحيه الانفينيتي، بس عمرك ما توصل للانفينيتي. يعني لو فضلت زي مثلا قعدت 4 5 سنين تعد، هل هتوصل للانفينيتي؟ مستحيل. كل اللي بتوصله انك بتحط رقم زياده، يعني لو وصلت مثلا لتريليون وواحد، تريليون واثنين وثلاثة، ما أعرفش بقى أحط كم صفر وراها، هتفضل دايماً عمال تحط في أرقام، عمرك ما توصل للإنفينيتي. الإنفينيتي فكرة مقبولة في الرياضيات على أساس إن هي شيء بوتنشال، شيء محتمل، شيء يتحط نظري، لكن فعلياً ما تقدرش توصل إنه يكون في عندك actual infinity، لا في السالب ولا في الموجب. يعني ما أقدرش أرجع بالتاريخ لورا وأقول إنه كان في إنفينيتي، ولا أبص للمستقبل قدام وأقول في إنفينيتي. مهما عديت بالسالب أو تراجعت بالموجب أو تراجعت بالسالب، عمري ما هوصل للإنفينيتي، لكن هوصل لرقم. عشان كده بنقول إنه فكرة الإنفينيتي دي اللي بيحاولوا يطرحوها الأثيست، وإنها فكرة مش مقبولة عمليا، مش مقبولة رياضيا. ممكن تقبل، يعني بدل ما تقعد تقول مثلا 10 أس مش عارف كام في كام في كام، الى ما لا نهايه، بتدي اتجاه العد، لكن فعليا عمرك ما توصل لما لا نهايه. عشان كده ما ينفعش اقول انه كان في انفينيتي، لانه لو في انفينيتي ده يخلق لي مشكله في اللحظه الحاليه. يعني لو أنا النهاردة وصلت وعايش في سنة 2018، ده معناها إنه مر عدد ما من السنين اللي تراكمت ورا بعضها علشان أوصل ل 2018. لو افترضت إن أنا بادي من إنفينيتي اللي هي شيء وهمي، إذن في حاجة وهمية ساقطة، طب أنا بالتالي ازاي ابني على شيء وهمي؟ ازاي اعد سنين على شيء وهمي؟ فانا في الحاله دي عندي خلل في الوقت الحالي، عندي خلل في البريزنت بتاعي. لكن بقول ان لو رجعت وعديت سنين، حتى لو مهما كانت السنين دي بالارقام اللي انت عايزها، يعني اذا كنا احنا كتابين بنقول انهم 6500 سنه او 6500 سنه، ولو فرضنا ان احنا نمشي مع نظريه انه الأرض عمرها 13 مليون سنة، هتفضل برضو واصل إلى يوم واحد، وتفضل هتوصل لغاية السنة الأولى، توصل لغاية اليوم الأول، توصل لغاية اللحظة الأولى، لأنه ممكن تصل إلى الحاضر دون أن تتراكم عندك أيام وشهور وسنين من الماضي. تعال نقيس على حياتنا الشخصية. لو انت اتولدت سي مثلا يوم 1 يناير سنة 1970 او 60، اوكي، عندك بداية عشان توصل النهاردة في 2018، تقول انا عمري مثلا 50 او 60 سنة او 40 سنة، معناه انه فات تراكمات من احداث ومن ايام ومن شهور وسنين كونت هذا العمر. بالتالي فكرة الانفينيتي دي فكرة مش مقبولة ابدا على مستوى التنفيذ. أقول كده: if the universe had no beginning, then the number of events crossed to reach the present moment
would be actually infinite because the universe would be infinite. يبقى إذن الكلام ده كلام في الوهم. Since one cannot have an actual infinite, then the present moment could never have arrived if the universe had no beginning. But لكن لأنه اللحظة الحالية حقيقية. Since the present is real, it had to have been preceded by a finite past. يعني كان في ماضي محدد مش وهمي مش محتمل مش infinity. عشان كده بنقول بما اننا عايشين لحظه حقيقيه حاليه لابد ان يكون الماضي اللي فات ده ماضي حقيقي محشوف محدود، وبالتالي لابد ان يكون هناك لحظه اولى او حدث اول هو اللي اوجد هذا العدد، هو اللي اوجد هذا التايم، هذا الزمن، هو اللي اوجد كل هذه الاحداث. لازم يكون في عندي بدايه. الغزالي قال كده، قال إنه أي نوع من المتوالية يتكون بإن إحنا بنزود عنصر وراء عنصر حتى نقدر نوصل إلى 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 شكل هذه المجموعة أو هذه المتوالية. لأنه مستحيل إنه من خلال عدد من أو شيء مبهم من الأعداد أو infinity اللي هي اللانهائية أقدر أوصل إلى الوقت المحدد. يقول كده إنه one cannot count to infinity, for no matter how high one can count, there will be always remain an infinity of number to be counted. Same case if one tries to count backward. لو أنت فضلت تعد مثلا، عايز تفضل تعد، هتفضل تعد وعمرك ما توصل للانهاية. ولو عايز تعد بالعكس الماضي لورا بالماينس، تقدر تعد الى ما لا نهايه ومش هتوصل للما لا نهايه، دايما يكون عندك اعداد هتعدها. عشان كده بنقول انه الفكره بتاعه الانفينيتي دي فكره مرفوضه. لا، الكون له بدايه. العنصر الثاني اللي هيثبت لنا انه الحكم، سوري عندي سؤال. سوري اتفضل. لو انت لو احنا بنقول ان الكون له بدايه، طب قبل البدايه بتاعت الكون كان في ايه؟ احنا بنقول قبل بدايه الكون كان في حد اوجد هذا الكون. احنا الفكره ان احنا عايزين نقول انه الكون ما هواش ازلي زي ما هم متخيلين، ان هو موجود من الابد. لا، بنقول الكون له بداية، وطالما له بداية إذن له حد تسبب في هذه البداية. يعني إحنا لسه مش هنوصل، إحنا لسه الحجة دي مش بتوصلني إلى مين اللي خلق، لكن بتوصلني إلى نقطة واحدة بس، هي إنه بما إن الكون له بداية إذن هناك سبب تسبب في بداية هذا الكون. ولا مش ما جاوبتش على سؤالك؟ لا جاوبت عليه بس صح. طيب ما هما برضو اللي هما بقى بتوع البيج بانج دول، ما هما بيقولوا نفس الحاجة، بيقولوا ما هو أنا هوصل. أولا هما في الأثيست في حاجتين بيتعرضوا، في ناس بتقول إنه الكون موجود من الإنفينيتي، عشان كده هنا بنجاوب نقول لهم ما ينفعش تقول إنفينيتي. هنتكلم على حتة البيج بانج أو الحاجات دي هنتكلم عنها دلوقتي. لو أنا قلت إنه في بداية والبداية في نظرهم هي البيج بانج، فأنا بسأل سؤال: منين جات الماتيريالز؟ منين جات الكيمياء؟ منين جات الانرجي اللي ممكن تكون هذا البيج بانج؟ ما احنا ماشي، انا همشي معاك انه في انفجار عظيم حصل واوجد هذا الكون. سؤال: الانفجار ده حصل ليه؟ انت كعالم فاهم كويس قوي انه عشان يحصل انفجار بهذا الحجم ده محتاج طاقة خرافية، ومحتاج تركيبات كيميائية مهولة، محتاج غازات، ومحتاج لمواد مشعة مهولة. الكلام ده جه منين؟ هل المادة بتوجد من العدم؟ إذا كان القانون الفيزيائي ما بيقبلش ده. إذن حتى لو أنت افترضت أن هناك بيج بانج، أنا بقول لك أنه من خلال فكرتك دي أنت بتأكد أنه في شخص أوجد العناصر دي. يعني في شخص أو في بطريقة ما كان لابد العناصر دي تتوجد، لانها مش هتيجي من لا شيء. فحتى لو مشينا مع نظريه البيج بانج،
في مشكلة عنده ومحتاجة منه تفسير، لأنه ما أقدرش حتى أقول له طب افترض لو أنت قفلت المعمل بتاعك بالليل، هل تتخيل أنه حتى وجود أزايز المواد الكيميائية ووجود المعمل ووجود الأجهزة في المعمل دي، هل ممكن تيجي الصبحية تلاقي أنه الحاجات دي كلها كده بالصدفة وقعت على بعض وعملت تفاعل كيميائي ومثلا أوجدت لك مواد، مثلا وجدت لك مثلا حمض كبريتيك، يعني لمجرد انك انت بالليل خلصت وقفلت المعمل بتاعك وجيت الصبحيه لقيت الازايز دي كلها بالصدفه كده حصل زلزال اترجت وقعت على بعض ودخلت في القوالب ودخلت في الحاجات بتاعت الكيمياء وولعت نار وشغلت المعمل وانتجت لي في النهايه حمض كبريتيك. اعتقد مفيش اي شخص عاقل ممكن يوافق ده بافتراض انه اوريدي موجود المواد وانت حاططها، موجود الادوات وانت حاططها، موجود النار وانت حاططها، اوكي، لا يمكن حتى هذه المواد وهي موجوده جنب بعضها يحصل اي انفجار الا لما انت اللي تعمله. فانا بقول له اذا كان اصلا ما كانش فيه مواد، ما كانش فيه طاقه، ما كانش فيه اي شيء، طب الحاجات دي جت منين؟ اللي لو هي حتى موجوده مش هتعمل كده لوحدها وتطلع كون بهذا النظام وهذه الدقه. يعني لو افترضت انه حصل زلزال في المعمل والازاز دي وقعت على بعضها، اولا هيحصل فوضى شديعه جدا، الحاجات كلها تتكسر. ضيف على كده انه في مواد ممكن لو جت على بعضها تعمل نار، تعمل فرقعه، تعمل مصيبه سودا. فمش ممكن حتى لو افترضت ان هناك هزه غريبه حصلت في المعمل وانفجار حصل في المعمل، مستحيل يطلع لي في النهايه ماده ليها استخدام، لا هيتخلف وراه دمار. فلو افترضت ان في بيج بانج حصل وانفجار عظيم حصل، المفروض ان الانفجار ده والتكسير اللي حصل ده والنار اللي حصلت دي كلها تنتج دمار، مش تنتج كون بيتحرك بدقة متناهية. فالفكرة نفسها فكرة غير قابلة للاستيعاب عقليا ولا للقبول العقلي المنطقي، يعني البسيط خالص. احنا مش علماء كيمياء ولا علماء فيزياء، بس بنقول يعني اللوجيك بتاع الانسان لا يمكن يقبل الكلام ده خالص. Thank you باسم. الجزء الثاني او الخطوه الثانيه اللي بيقولوا انه الكون ده موجود منذ الازل، بنقول له طبعا احنا شفنا انه ما فيش ابدا حاجه اسمها اقدر اوصل للانفينيتي، ما فيش انفينيتي في الحقيقه. لكن في مشكله ثانيه، انه في عندي قانون من قوانين الفيزياء اللي العلماء بيقولوا عليه ده مقدس، ما ينفعش اي حاجه تكسر القانون ده وتبقى مقبوله. القانون ده اسمه القانون الثاني للثيرموداينامكس، الديناميكا الحرارية، The second law of thermodynamics. فهنشوف الفكرة ايه هنا ايه. فبيقول انه طب بما انه الفكرة دي بتاعت ان الكون موجود منذ الأزل بتتعارض مع القانون الثاني للديناميكا الحرارية، فبالتالي هذا الافتراض مش صحيح. افتراض ان الكون موجود منذ الازل ده شيء بيتعارض مع القانون الثاني للثيرموداينامكس، وبالتالي يصبح هذا الافتراض افتراض خاطئ. طيب بيقول ايه القانون بتاع الثيرموداينامكس ده؟ بيقول كده حاله الانتروبي. الانتروبي ده اللي هو الفوضى، او مش يعني الفوضى بمعنى يعني lack of order، او اللي يحصل انه اتجاه ناحيه الديس اوردر. ده مصطلح الانتروبي. الانتروبي ده انه حاجه بتضمحل، حاجه بتتجه ناحيه الاقل، حاجه بتتجه ناحيه الفوضى او ناحيه الديس اوردر، انه ما يكونش في اوردر. فبيقول انه الستيت اوف انتروبي اوف ذا انتاير يونيفرس
as an isolated system. اليونيفرسيتي عبارة عن نظام معزول أو نظام مقفول. بالتالي حالة الأنتروبي دي لابد إنها تزيد مع الوقت. يعني لابد إنه حالة التفكك وحالة الـ disorder تزيد. فبيقول كده بحسب هذا القانون فالمفروض إنه حالة الفوضى تزيد في الكون، وبالتالي الكون يصبح نيجاتيف، يصبح في حالة من الفوضى. الفوضى مش مقصود انه خراب، يعني الاصل ان هنفهم زي ايه. مثلا لو انا جبت كوباية قهوة سخنة وانا قاعد في اوضة مقفولة، مع الوقت القهوة دي عمرها ما هتسخن، لكن الطبيعي انها بتبرد. ليه؟ لانه الانرجي اللي فيها، الطاقة الحرارية اللي فيها بتبتدي تخرج لبره، فتأثر على الجو بتاع السيستم المقفول ده، لكن هي نفسها بتنتهي، الحرارة اللي فيها عمالة تتجه ناحية الانتهاء، فمع الوقت بتبقى ساقعة. نفس الكلام بيقولوا قانون الثيرموداينامكس الثاني، انه لو افترضت ان الكون ده موجود منذ الأزل، يبقى حتما كان لازم دلوقتي يكون الكون ده مات، يكون الكون ده بقى ضلمة وبقى تلج، لأنه الحرارة اللي فيها تقل، النظام اللي فيها يقل، الطاقة اللي فيها تقل، بتطمحن. ده الطبيعي جدا بتاع قانون الثيرموداينامك الثاني. نفس الفكرة، يعني مش معقول يكون عندك حجارة والحجارة تلاقيها تتجه إنها تبقى تبني نفسها، مستحيل. لكن الانهيار هو الموجود، هو الاحتمال الاكبر. يعني لو انت عندك مبنى زي مثلا اي نوع من الاثار، الطبيعي انه الاثار مش بتكبر، الاثار بتنهار. فالطبيعي لما تروح تشوف اثار بتلاقيها حجاره واقعه، حاجات متاكله، وبتقبلها لانه ده عوامل الزمن. لكن مش الطبيعي انه تلاقي المبنى الاثري عمال يتجدد مع الوقت. الطبيعي جدا انك تلاقيه عمال اتجه ناحيه الموت، ناحيه الفوضى، ناحيه الخراب، ناحيه الاضمحلال. زي فكره القهوه، لو انا حطيت مج قهوه سخن في اوضه انا قاعد فيها، هتلاقي بعد شويه انه الحراره بتتجه بره مج القهوه ده الى الغرفه، وبالتالي بعد شويه القهوه بقت بارده. كل منطقيه مستحيل تقبل انه تقول لي او انا اقول لك انه مج القهوه لما حطيته في الاوضه بعد ما كان حرارته 70 لقيته بيغلي. ده مش منطقي، مش هتقبله ابدا. لكن المنطقي انه بعد ما كان حرارته 70 بقت حرارته 10. ليه؟ حرارته انتقلت الى الجو الخارجي. ده القانون الثاني للديناميكا الحراريه. ف بالنسبه للراي بتاعهم ده بيخالف قوانين الثيرموداينامكس. القانون الاول بتاع الثيرموداينامكس بيقول كده انه the amount of energy in the universe is always constant، كميه الطاقه الموجوده في العالم في الكون ثابته، فممكن تختلف من واحد للتاني بس في نهايه المجموع ثابت. الحاجه الثانيه انه قانون الثيرموداينامكس الثاني بيقول انه العالم بيتجه ناحيه الاضمحلال، او الطاقه او اليونيفرس ده بيتجه ناحيه التفكك والاضمحلال. تخيل ان هما بيقولوا العالم والكون يزداد وان الكون ينمو يتطور. مثلا الرسمه بالاحمر دي او الخط البياني اللي بالاحمر ده بيقول كده انه الخلية الأولى تكسرت وأنتجت نوع من اللافقريات، ثم حاجات كائنات فقرية، ثم حيوانات، ثم الإنسان وهلوم أجر. فإذا فكرة الإيفولوشن نفسها بتخالف فكرة الثيرموداينامكس، قوانين الفيزياء.
اللي بتقول انه الطبيعي جدا انه الحياة تتجه ناحية الفوضى، ناحية الموت اكتر. بالتالي لو افترضت انه الكون حسب ما بيقول موجود منذ الازل، المفروض انه الطاقة بتاعته تكون انتهت، طلعت منه. لو افترضت انه الارض طلعت منه خلاص بقى، فاحنا بنتجه ناحية البرد، ناحية الظلمة، ناحية الاضمحلال، لأنه الطاقة بتاعتنا عمالة زي المج القهوة كده عمالة تخرج تخرج تخرج، فالمفروض إن إحنا بنضمحل. في المقابل الحقيقة العلماء الفلك أو اللي بيشوفوا الكواكب والأسترونومي بيقولوا إنه في إكسبانشن في الكون بيتجه ناحية الاتساع. طب إذا كنت بتقول في إكسبانشن في توسع، ازاي بتقول انه يعني المفروض ان احنا في حاجه، في حاجه غلط هنا، في حاجه هنا مش مظبوطه مع كلامكم. لا، لو انت افترضت انه كان الكون موجود منذ الازل، بالتالي كان المفروض يكون احنا متنا من زمان حسب هذا الكون. عالم من علماء الرياضيات والفيزياء والعلوم الفلكيه بيقول كده، ده اسمه سير ستانلي إدينغتون. الراجل ده عاش في أواخر القرن ال 19 أو القرن ال 20، وبيقول كده: لو في أي نظرية بتخالف قانون الثيرموداينامكس الثاني، فما فيش أي أمل إن النظرية دي تكون نظرية ناجحة، دي لازم تكون نظرية فاشلة. بما انه نظره هؤلاء او الافتراض بتاع هؤلاء الملحدين يتعارض مع قانون الثيرموداينامكس الثاني، اذا احنا بنقول معاهم انه هذه النظريه نظريه فاشله، نظريه خطا. يبقى اذا الكون ما كانش موجود منذ الازل. ثلاثه من علماء يعني الفيزياء الكبار وعلماء الكون، واحد اسمه ارفين بورت، الان جاث، كان أليكسن فيلينكن، قالوا كده: Any universe that has on average been expanding throughout its history cannot be eternal in the past but must have an absolute beginning. زي ما كنت بقول لكم، الكون عمال بيقولوا انه في expansion بيحصل في الكون، تمدد. فبيقولوا اي كون بيكون في نوع او في اي افريج بيقول انه في اكسبانشن، بالتالي بما انه في حاجه بتحصل انها تتوسع، ده معناه انه الكون ده كان في اصله له نقطه بدايه، ومع الوقت النقطه دي توسعت 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 لغايه ما احنا النهارده بنقول انه في لسه الكون في 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 عمليه اكسبانشن. بالظبط كده زي ما اجي اقول النهارده انا عندي الدايره دي، عارفين الشكل المخروط الدايرة، بقول انه انا واصل عند المخروط للدايرة الكبيرة دي. ولو افترضت انه الهايت بتاع الكون ده او الارتفاع بتاع المخروط ده هو المؤشر الوقت الزمن، بالتالي لانه حاليا انا في دايرة اتساعها قد كده، قبل مثلا 200-300 سنة كانت الدايرة دي اقل، قبلها بألف سنة كانت أقل، قبلها ملايين السنين كانت أقل، فأقل لغاية لما نوصل إلى نقطة. فإذا مع عنصر الوقت هو الخط السهم الأحمر ده، في إكسبانشن، في اتساع عمال يحصل. ده معناه إنه لو رجعت لورا بالزمن هلاقي إنه الاتساع الكبير ده عمال يقل 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 لغاية لما يوصل لنقطة. إذا حتى بالعلوم التجريبية، العلوم اثبتت انه لا، ما ينفعش اقول انه الكون موجود منذ الازل، لا، الكون له بدايه. وبما ان الكون له بدايه، هنا هيتسال السؤال: مين اللي تسبب في هذه البدايه؟ باسم، عندي سؤال، ممكن ترجع سلايد؟ طب هو ده معناته يعني ما هو احنا اليونيفرس مش بيكسباند،
لا اليونيفيرس بيكسباند، علوم الاسترونومي بتقول كده، انه بيشايفين انه مثلا مسافات معينه ما بين الكواكب وحاجات كده معينه بيقيسوها فيها اكسبانشن بيحصل. مش عارف. طب يعني في علوم الفضائيات والحاجات بتاعت الفلك بيقيسوا بالمكبرات والحاجات اللي هي التلسكوبات الكبيرة ديت، بيفحصوا المجرات حواليهم، ومع الوقت بيشافوا انه في نوع من الاكسبانشن بيحصل، نوع من التمدد بيحصل، الاتساع، المسافات بتكبر. طبعا اللي بيتكلموا فيه بيكون حاجات قليلة بس ده مثبت علميا، وعشان كده بيقولوا انه اي كون بيتحرك ناحية الاتساع، ناحية الاكسبانشن من خلال طول الفترة الزمنية دي، معناها انه لو رجعت لورا هلاقي انه الكون ده كان اضيق، كان ملموم. كل ما ارجع لورا، طبعا هم بيفترضوا ان في 13 بليون سنه هنرجع لورا، هيبقى في نقطه واحده اللي هي نقطه بدايه الكون. احنا هنا ماشيين، مش بنقول، هنا بنحاول من خلال ارائهم العلميه نوصل لنقطه واحده بس، هي انه الكون مش موجود ازليا، مش ان هو موجود وخلاص، لا، موجود بسبب انه كان له بدايه. ومن هنا افتراضي الاولاني اللي انا بفترضه في الكوسمولوجيكال ارجيومنت، انه اي شيء له بدايه هذا الشيء له مسبب. بس انا عايز اوصل للنقطه دي دلوقتي. طبعا لسه خلي بالنا انه الكلام ده مش بيثبت وجود الله لسه، احنا بنتقاوح يعني معاهم، او بنترجم معاهم علشان نوصل لنقط انه اولا الكون ما هواش ايترنال، والكون ما هواش من البيج بانج، او ما هواش صدفه، اوكي، ولا انه في حاجه اسمها انفينيتي. فاحنا بنحاول نكسر الحاجات اللي هم بيشتغلوا بيها عشان في النهايه اوصلوا انه يقبل فكره انه الكون له بدايه. لما يقبل الكون له بدايه هقول له انه بما انه له بدايه اذا له مسبب ابدا، مين المسبب ده او مين السبب. جاوبت على سؤالك؟ او يعني احنا ادينا ماشيين مع بعض يا بس. طب قولي لي ايه الموضوع... اللي مش جايب معانا، ايه اللي لسه شغلك؟ يعني لو احنا، ما انت بتقول ان احنا دلوقتي لسه مش بنتكلم على وجود الله، بس اللي انا بس فاهماه قوي، يعني مثلا الارض، مثلا هي الارض اكسكلودد من الاكسبانشن دي، لانه الارض من ساعه ما اتوجدت هي مثلا 6 قارات وكم بحر وخلاص على كده. لا، الاكسبانشن موجود في المسافات ما بين الكواكب وما بين النجوم في الكون، مش انه الحجم الكره الارضيه بيكبر. لا، هو شايفين ان الكون، طبعا هم بيبصوا على الكون بشكل كبير قوي، واسع قوي، فبيشوفوا انه يعني في حاجه اسمها بلاك هول، النقطه السوداء او الحفره السوداء. في مسافات بيقيسوها ما بين مجرات بعيده وكواكب بعيده، بيشوفوا انه في المقاسات دي بتكبر، مش انه مثلا الكره الارضيه كبرت او صغرت. طب باسم، يمكن في عالم بتاع فيزياء اللي هو مات قريب ده اسمه ستيف هوكينج، كان برضه بيتكلم على اللي هي البلاك هول وكده، هنتعرض له؟ لان ده بيتهيالي كان ايثيست وتعرض. طبعا، واحد من الاثيست الكبار. فهل مثلا موجود هنذاكره او حاجه او نقرا عليها احنا؟ لان هو من يعني الناس اللي اتكلمت قوي على البلاك. طبعا احنا يعني طبعا المواضيع دي مواضيع يعني اكتر تخصصيه، انه تكون بنتكلم في فيزياء وبنتكلم في علوم الفلك والمجرات والحاجات دي، ما اعتقدش ان يعني انا ما اعرفش حاجه فيها يعني. يعني الحاجات اللي بنتكلم عليها هنا هي مع كونها في شويه حاجات مثلا علميه، لكن برضو ممكن يكون عندنا فكره سمعناها في مدارس، في كليات، بالنسبه لنا يعني ميك سنس، لكن مش هنعرف ندخل مثلا احنا نكون بندرس هوكنز قال ايه. يعني شويه صعبه علينا قوي، لانه الراجل ده كان عامل زي اينشتاين، يعني واحد بيتكلم في نظريات صعبه جدا، والنسبيه وسبيس تايم والبلاك هول، فالموضوعات مش قد كده سهله ان احنا نخش فيها ونتعرض لها في الباب الاكاديمي. الحقيقه اتمنى كنا نعرف نعمل كده.
بس هيكون معانا حد هيكلمنا شوية عن العلوم بإذن ربنا، يمكن أكتر يتكلم عن الـ DNA لأن هو معاه دكتوراه في الـ DNA والكيمياء، فهيساعدنا قوي في الموضوع. معرفش كان هيعرف يكون عنده فكرة عن الكلام بتاع هاوكس ولا لأ، مش بس أتمنى يعني. ماشي، طبعا ثانك يو. احنا الابروجيتكس ده يعني طبعا هنمسك في حته حته، يعني بنتكلم على علوم الفيزياء، مش معقول هنكون يعني ما عندناش الابيلتي نقدر نخش في علوم الفيزياء وعلوم الفلك وعلوم الهندسه الوراثيه والحاجات دي كلها. قدر الامكان بنغطي بعض الافكار اللي هي يمكن نكون سمعنا عنها، لكن الحاجات المتخصصه قوي مش بنقدرش نخش فيها اكتر من قوي. ف بس نتوقف هو هنا. ممكن بريك، ممكن شاي. ما انا واقف، انا واقف لسه حالا، انا لسه حالا هقول اهو. اللي احنا عملناه هنا في كل اللي مشينا فيه، احنا شفنا اعتراضات الاثيست وبنحاول نجاوب عليها او بنحاول نفندها، يعني علشان نثبت الكلام بتاعنا انه الكون له بدايه، وانه البدايه بتاعت الكون دي بدايه مسببه لها سبب، وانه السبب بتاع هذا البدايه بدايه الكون هو سبب شخص، مش انه كره طاقه او كون. لما عملنا كده قلنا ان اولا مفيش حاجه اسمها انفينيتي، لانه مهما ترجع من العدد لورا او تتقدم من قدام هتوصل دايما الى ارقام، مش هتوصل الى حاجه مبهمه. فدي اول نقطه عشان نقول انه الكون مش موجود من الازل. اثنين، لقينا انه فكره ان الكون موجود من الازل دي فكره بتعارض حتى قوانين الفيزياء. ثلاثه، شفنا انه من خلال النظريات الحديثه في علم الفلك وعلم المجرات وكده بيثبت انه في اكسبانشن حاصل في الكون، بالتالي لانه الاكسبانشن ده وصل النهارده الى في التاريخ ده الى هذا الحجم، معناته انه لو رجعنا بالزمن لورا هنبص لانه الكون ده كان نقطه، له نقطة في الوجود. عشان كده حتى من قوانين العلوم التجريبية بنقول إن الكون له بداية. لما نجحنا إن نكون نحن نقول إن الكون له بداية، أوكي، هنبتدي أول حاجة أثبتنا إن فرضيتنا الأولى صحيحة له بداية، بالتالي فرضيتنا الثانية هتبقى مظبوطة جدا إنه البداية دي لها سبب. فضلنا نقول ايه الفرضيه الثالثه نسبتها. فبنقول بما انه التايم والسبيس والماتر، الزمن والفراغ والماده، دول ما توجدوش قبل بدايه الكون. يعني التايم، الزمن ما كانش موجود قبل الكون، قبل بدايه الكون. الماده والفراغ مش موجود قبل ما الكون يتوجد. عشان كده السبب اللي تسبب في وجود الكون لابد ان يكون غير محدود بالزمن وغير محدود بالمكان او بالفراغ ولا محدود بالماده، يعني timeless spaceless و immaterial. قديمك احنا لما رجعنا هنا وقفنا هنا بدينا نقول ايه، الكون بدأ، الكون فيه مادة، الكون فيه فراغ، الكون فيه زمن او معاه مصاحب فيه الزمن، لان الكون بنقول انه له بداية. اذن قبل البداية لا كان فيه زمن ولا مادة ولا فراغ، بالتالي السبب اللي تسبب في وجود الكون ده لابد ان يكون خارج الزمن وخارج المادة وخارج الفراغ. اثنين، السبب اللي تسبب في حدوث هذا الكون مش البيج بانج. ليه؟ لأنه السبب ده لابد أن يكون مش سبب فيزيكال. ليه؟ لأنه أي شيء فيزيكال هيبقى خاضع لقوانين الطبيعة، خاضع لقوانين العلوم، خاضع للزمن، للمكان أو الفراغ وللمادة. بالتالي يمكن يكون ده صحيح لأن الحاجات دي اتوجدت بعد أو اتوجدت مع وجود الكون. إذن السبب لابد أنه كمان يكون
مش فيزيكال، مش مادي. ثلاثة، هذا السبب اللي تسبب في هذا الكون لازم يكون شيء ذو قوة جبارة جدا عشان يقدر يعمل ده، ويقدر يوجد الكون ده بشكل يعني من العدم يقدر يوجده فجأة. فإذا المسبب اللي تسبب في الكون هو خارج الزمن، خارج المكان أو الفراغ، خارج حدود المادة، ما هوش شيء ملموس، شيء مادي، سبب له قوة كبيرة جدا. لكن كمان لابد أن يكون عنده إرادة عشان يريد أنه يخلق أو أنه يوجد هذا الكون، مش البيج بانج زي ما هم متخيلينه، مش الصدفة. لأنه إيه الصدفة اللي توجد كل هذا الكون المعقد المرتب جدا؟ لا، لابد أن يكون السبب ده كمان عنده إرادة حرة. وبما أن الإرادة الحرة دي غير موجودة غير عند كائن له شخصية أو عند شخص، إذن السبب اللي تسبب في وجود هذا الكون هو خالق له شخصية أو له ذات. نقول تاني كده بالراحة، إحنا أثبتنا أنه لا في إنفينيتي، ولا في أنه الكون موجود منذ الأزل، ولا في بيج بانج. لكن وصلنا نقطة أنه في بداية للكون، بما أنه ليها بداية فإذا لها مسبب. بس خلي بالنا المسبب ده لازم يكون موجود قبل الكون عشان يسبب وجوده. وشوفنا أنه الكون مرتبط مع الزمان والفراغ، السبيس أو المكان والمادة. بالتالي السبب اللي هيتسبب في وجود الكون ده لابد أن يكون له علاقة بالزمن، وخارج الزمن، خارج المادة، وخارج الفراغ. اثنين، لابد أن هذا الكون أزل سبب ما يكونش له أي نوع من ما هوش فيزيكال، عشان كده بنرفض نظرية البيج بانج. أربعة، الكائن ده أو السبب ده لابد أن يكون عنده قوة جبارة جدا عشان تعمل كده. خمسة، وده الأصعب، لابد أن يكون عنده إرادة حرة عشان يريد أن ينتج مثل هذا الكون، أو يريد أن يتسبب في مثل هذا الكون. وبما أن الإرادة الحرة لا توجد إلا في كائن عاقل له ذات، إذن المسبب الذي تسبب في وجود الكون هو كائن عاقل له ذات، وبالتالي هو الخالق العاقل الذي له ذات، اللي نقدر نقول عنه أنه هو خارج الزمن، خارج الفراغ أو المادة أو الحدود المكان، خارج المادة، هو كبار، هو كلي القدرة، هو أيضا عنده إرادة حرة، شاء وأراد أن يخلق. فإذا إحنا قدرنا نقول بالفيزياء أو بالعلوم أو باللوجيك حتى في التفكير المادي أو التفكير الطبيعي جدا، إنه مين هو هذا السبب. فتعالوا نشوفها كده في آخر سلايد لينا بكل بساطة. أولا، السبب ده لابد أن يكون هو خارج حدود الكون، هوش جزء من الكون، وإلا هيبقى إزاي أوجد نفسه. أوكي، فهو خارج السبيس تايم اوف يونيفرس. السبيس تايم ده اللي هو المكان والزمان، دلوقتي الترم جديد بقى بيتكتبوا كلمه واحده، سبيس تايم. فقلنا انه هذا السبب لابد ان يكون خارج المكان، خارج الزمان، خارج الماده، ملهوش حاجه سببته، اكستريملي باورفل، عنده قوه جباره جدا، عنده إرادة حرة، وبالتالي فهو خالق له ذات أو له شخصية أو له وجود ذاتي. يعني أقدر أقول يبقى بكل بساطة نجحنا نحن نقول مين هو السبب. قدرنا نقول إنه السبب هو الله. أقدر الكلام ده كله أنسبه لمين؟ يعني مين هو اللي خارج حدود الزمن، حدود المكان، حدود المادة؟ مين هو اللي عنده إرادة حرة؟ مين هو الجبار اللي يقدر يعمل ده؟
غير الكائن عظيم الخالق الذي له ذات. يبقى من الكوزمولوجيكال ارجمنت اللي بدات من حوالي 1000 سنة او اكتر، وبدات بفكره بسيطه، مع الوقت ازدادت في التفاصيل، مع الوقت قدرنا نثبت من خلال الكوزمولوجيكال ارجمنت اللي بتقول انه الكون له بدايه، وبما انه له بدايه فهو له سبب، وقلنا مين هو السبب ده، فقدرنا نثبت من خلال كمان الفكر بتاع الطبيعه بتاع العلوم الطبيعيه انه هذا السبب لابد ان يكون خارج الزمن، خارج المكان، خارج الماده، ليس له مسبب في ذاته، هو قوي جدا وعنده اراده حره، وبالتالي فهو ذات وهو عاقل وهو خارج حدود الزمن، فاذا هو الله العظيم الخالق. اي اسئله؟ Thank you, Wes. Makes sense. أجبت على أسئلتك لحد ما، يعني أنا عارف إن الموضوع تقيل شوية، بس يعني أتمنى أكون قدرت يعني أوصل جزء من. بصي، بس أنا بحس إنه اللي إحنا بنقوله دلوقتي ده سهل الممتنع، يعني هو الناس بتحاول إن هي تلاقي حجة علشان تبقى atheist، فـ they overthink. وفي الاخر الموضوع لو اتاخد، يعني الشارت دي اللي قدامنا دي تشرح كل حاجه، ما مش محتاجين ده كل يعني هما بيتفلسفوا زياده برضه. هو بصي في النهايه طبعا عامه كل اثيست وراه حكايه، وراه عنده سبب انه مش عايز يكون في خالق، يا اما السبب ده شخصي، سبب عاطفي جدا انه زعلان من الخالق ده عشان مثلا حصل له مشكله وهو صغير، فقد حد، حصل له اي شيء، فيبتدي يلوم ربنا، يبتدي يقول لو كنت انت موجود ما كنتش عملت كده، ويبتدي يقتنع انه لا هو مش موجود. السبب الثاني هو انه عايز يعيش في الخطايا، وده مريحه انه مفيش حد كبير هيبقى انا اكاونتبل ليه، فبالتالي خلاص انا بعمل اللي انا عايزه وانت تعمل اللي انت عايزه، مفيش اله، مفيش حساب، مفيش اي شيء، عشان كده هو بيريح دماغه او مصمم انه ما يكونش في اله عشان يريح دماغه من المشكله. لكن هي الفكره انه لا، في وعندنا حاجات كتير قوي نقدر نتكلم فيها، ادي واحده منهم، هنتكلم عن 3 تنين وهنشوف كمان حتى العلوم الطبيعيه بتقول انه لا، في اله، في حد وراء الموضوع ده.